دايما النادي الاهلي فاتح دراعاته وفاتح ملاعبه وفاتح كل الامكانيات لخدمه الاشقاء العرب، ودايما العلاقه بين مصر والسعوديه هتكون علاقه وطيده في كل المجالات ان شاء الله. طول عمر العرب كلهم اخوه اشقاء اعزاء علينا، دايما يتفضلوا في النادي الاهلي. هنروح لفرقه كره السله رجال وافتتاحيه الدوري السوبر، دوري السوبر دوري مهم جدا، دوري ان شاء الله باذن الله الاهلي يقدر يعني يتقدم فيه بشكل كويس جدا ويقدر يحرز البطوله باذن الله بفضل امكانيات اللاعبين والجهاز الفني. بدا دوري السوبر مع مصر التامين، لكن كانت مباراه قويه جدا وفاز النادي الاهلي فيها 91-65. خلينا ان شاء الله باذن الله يوم الثلاث الجاي في مباراه قويه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي مع فريق سموحه. خلينا نخرج التقرير عن كره السله ومباراه مع مصر التأمين في افتتاح دوري السوبر وترجعوا لنا مرة تانية. الحمد لله رب العالمين على فوز النهاردة، مباراة مهمة في بداية دوري السوبر. احنا كل المباريات مهمة جدا، احنا كنا في بداية الجيم اول ثلاث دقايق كعادة لعيب مصر انا ممكن اكسب في اي وقت. بعدها الحمد لله رب العالمين دقيقة 4 ودقيقة 5 الفرقة 35 دقيقة تركيز عالي في اذا كان في الحاجات الهجوميه او الدفاعيه مع التوفيق. زي ما انا بقول لك احنا النهارده انت لما بدات حتى تبقى ليد النسب عليت، نسبه 3 بونت النهارده كانت عاليه غير الماتشات اللي فاتت. البدايه دايما مهمه في اي بطوله، حتى لو انت جاي من فورمه او انت جاي من مستوى. بدايه الدوري دايما فيها تنشنه لان انت بتعد نقط وكل الناس عايزه تاخد اول عشان تقابل تامن المجموعه، فبشكرهم على المجهود اللي عملوه. والله الماتشات من اول ما بدانا النهارده بقى يعني 8 ماتشات جامدين سبت وثلاث زي ما انتم عارفين. يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقسم المجهود علينا كلنا بحيث ان الفرقه كلها تعدي الماتشات دي. والحمد لله النهارده بدانا يعني تدريجيا ماتش مصر التامين مع كامل احترامي ليهم، بس يعني اقل فرقه في الثمانيه، والحمد لله الماتش قسم علينا كلنا وعدينا بيه على خير الحمد لله. والله الحمد لله احنا يعني خارجين معنوياتنا عاليه من دوري المرتبط، فمعنوياتنا عاليه والحمد لله يعني الفرقه ماشيه كويس، وعندنا الحمد لله كان في كذا لعيب كان مصاب رجع من الاصابه، فالحمد لله احنا كاملين. النتيجه يعني كنا متوقعين ان الماتش هيبقى يعني طف شويه، ما كناش متوقعين ان هيطلع بالسكور دوت، فلعبنا يعني بجديه الحمد لله اول 3 كوارتر، فالسكور الحمد لله بقى ريحنا، بعد كده بقينا نلعب بهدوء شويه. هو تعليماته اهم حاجه بالنسبه له في الدفاع، الدفاع برجوله تلعب جامد، خصوصا زي ما قلت حضرتك الفرقه كلها انت خلاص دلوقتي انت بتلعب على طول، فمش تفرق انت بتلعب مين، فانت ده يعني سواء ماتش متوسط ماتش جامد ماتش صغير انت كله نفس الاداء، لان انت مش هينفع في يوم وليله ان انت تبقى مثلا تلعب ماتش قليل فتلعب برتم واطي، بعد كده تيجي ماتش جامد تلعب تعالى، مش هينفع كده. هو لازم كله يبقى ماشي سيستم واحد برتم واحد، فلازم يبقى فيه قوه وفي الدفاع يعني وتركيز في الدفاع.